أيها الإخوة الكرام، روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي، فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي، فاستغفروني أغفر لكم. في حديث قدسي آخر يقول النبي الكريم فيما يرويه عن ربه: وعزتي وجلالي، إن أتاني عبدي ليلاً قبلته، وإن أتاني نهاراً قبلته، وإن تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً، وإن تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاً، وإن مشى إلي هرولت إليه، وإن استغفرني غفرت له، وإن استقالني أقلته، وإن تاب إلي تبت عليه، من أقبل علي تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من قريب، ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد، ومن أراد مرادي أردت ما يريد، أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل طاعتي أهل كرامتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، أشكر اليسير من العمل وأغفر الكثير من الزلل، رحمتي سبقت غضبي، وحلمي سبق مؤاخذتي، وعفوي سبق عقوبتي، وأنا أرحم بعبدي من الأم بولدها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: من أعجب العجب أن تعرفه ثم لا تحبه، ومن أعجب العجب أن تحبه ثم لا تطيعه. أيها الإخوة الكرام، إن كل جهل مهما عظمت نتائجه قد يغتفر، إلا أن يجهل الإنسان سر وجوده وغاية حياته ورسالة نوعه وحقيقة مهمته. وأكبر عار على هذا المخلوق الأول المكرم الذي آتاه الله العقل ومنحه الإرادة أن يعيش جاهلاً وغافلاً، يأكل ويتمتع كما تأكل الأنعام، لا يدري شيئاً عن حقيقة وجوده ولا عن طبيعة مهمته في الحياة، فيضل الطريق وينحرف عنه بسبب جهله وغفلته. والجهل أعدى أعداء الإنسان، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع أن يفعله عدوه به، أو بسبب إغراء عابث أو شهوة جامحة فيهبط عن مستواه الإنساني وتسقط قيمته النوعية، ويصل إلى الدرك الذي يعوقه عن النهوض بتبعات الحق والخير. عندئذ يبتعد عن التطهر والتسامي، ويندفع إلى تحقيق ذاته وإشباع غرائزه وإيثار مصالحه، فيبني مجده على أنقاض الآخرين،
ويبني غناه على إفقارهم، ويبني سعادته على شقائهم، ويظل كذلك في غفلته ممعناً في طغيانه حتى يوافيه الموت بغتة، فيواجه مصيره المجهول دون تنبه له ولا استعداد، فيدفع ثمن غفلته وجهله وانحرافه شقاءً أبدياً. يندم حينئذ، لكن حينئذ لا ينفع الندم، ويرجو الخلاص ولا تحين مناص. أما الإنسان العاقل فيبادر ويسأل نفسه هذا السؤال: لماذا خلقت؟ ما مهمتي في الوجود؟ ما رسالتي في الحياة؟ والقرآن يجيبه عن هذه الأسئلة قائلاً: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة علة وجودنا، غاية سلامتنا، غاية سعادتنا، غاية تحقيق أهدافنا. العبادة غاية الخضوع إلى الله في أمره ونهيه، لأن الله هو الجهة الصانعة، والجهة الصانعة هي الجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. أيها الإخوة، العبادة غاية المحبة لله وغاية الطاعة له، لأن الإنسان قد جبل على حب ذاته، على حب وجوده، على حب سلامة وجوده، على حب كمال وجوده، على حب استمرار وجوده، وهذا لا يتحقق إلا بمشيئة الله وفضله. فما عبد الله من خضع له ولم يحبه، كما أنه ما عبد الله من أحبه ولم يخضع له. أيها الإخوة، هناك من يعيش ليأكل، وهناك من يأكل ليعيش، أما المؤمن فيعيش ليعرف ربه وليعبده وليسعد بقربه. وقد ورد في الأثر القدسي: يا عبادي إني ما خلقتكم لأستأنس بكم من وحشة، ولا لأستكثر بكم من قلة، ولا لأستعين بكم على أمر عجزت عنه، إنما خلقتكم لتعبدوني طويلاً وتذكروني كثيراً وتسبحوني بكرة وأصيلة. في حديث قدسي آخر: ابن آدم، خلقت لك ما في السماوات والأرض من أجلك فلا تتعب، وخلقتك من أجلي فلا تلعب. فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك. أيها الإخوة الأكارم، لقد ركب الإنسان من عقل وشهوة، كما قال الإمام علي كرم الله وجهه. وقد جاء الإسلام وهو دين الفطرة ليقيم توازناً دقيقاً عن طريق المنهج الرباني الذي رسم للإنسان من خلال آيات القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وبما أن الإنسان منح حرية الاختيار في دائرة التكليف والابتلاء، ونفسه هي الأمانة التي حملها، وقد أعطي حرية الاختيار ليثمن عمله، فيكون هذا العمل الذي اختاره سبباً لدخوله روضات الجنات، أو قد يكون هذا الاختيار الخاطئ سبباً للتردي في حفر النيران. وبما أن الإنسان خلق ضعيفاً
ليفتقر إلى الله في ضعفه فيسعد بافتقاره، ومن لوازم ضعفه أنه ينسى ويسهو ويغفل ويغفو ويضعف ويغلب، فقد يعصي ربه وقد يخرج عن المنهج الذي رسم له. لهذا شرع الله للإنسان التوبة، وفي تشريع التوبة وقبولها صيانة لحركة الهداية في الأرض. إن التوبة مخرج النجاة للإنسان حينما تحيط به خطيئاته، وهي صمام الأمان حينما تضغط عليه سيئاته، وهي تصحيح المسار حينما تضله أهواؤه، وإنها حبل الله المتين الذي ينقذ الإنسان حينما تغرقه زلاته. من أكبر نعم الله علينا أنه فتح لنا باب التوبة. وإذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله. قال بعض العارفين: لأهل الذنوب ثلاثة أنهار يتطهرون بها في الدنيا، فإن لم تفي بطهرهم طهروا في نار جهنم. النهر الأول في الدنيا نهر التوبة النصوح، والنهر الثاني نهر الحسنات المستغرقة للأوزار والسيئات، والنهر الثالث نهر المصائب العظيمة المكفرة. فإذا أراد الله بعبد خيراً أدخله في الدنيا أحد هذه الأنهار الثلاثة، فيأتي يوم القيامة طيباً طاهراً فلم يحتج إلى التطهير الرابع. وعزتي وجلالي، لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها سقماً في جسده، أو إقتاراً في رزقه، أو مصيبةً في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. فإذا وصل أحدنا إلى شفير القبر وقد طهره الله من كل خطيئة كان من أكبر الناجحين في الحياة. يا بني، ما خير بعده النار بخير، وما شر بعده الجنة بشر، وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية. أيها الإخوة الكرام، تصوروا لو لم تشرع التوبة لهلك الناس ولعم الفساد في الأرض، لأن الإنسان إذا طرد من رحمة الله لمجرد معصية واحدة فلن يرجع إلى منهج ربه لانعدام الأمل في القبول. ولما يرجع وقد طرد من رحمة الله؟ عندئذ سيعربد في الأرض انحلالاً وانحرافاً وطغياناً. رأى بعض العارفين في بعض سكك المدينة باباً قد فتح، وخرج منه صبي يستغيث ويبكي، وأمه خلفه تطرده، حتى خرج فأغلقت الباب في وجهه ودخلت. فذهب الصبي غير بعيد ثم وقف مفكراً، فلم يجد له مأوى
غير البيت الذي أخرج منه، وجد الباب مرتجاً مغلقاً يعني، فتوسده وضع خده على عتبة الباب ونام. فخرجت أمه فلما رأته على تلك الحال لم تملك إلا أن رمت بنفسها عليه، والتزمته تقبله وتبكي وتقول: يا ولدي أين تذهب عني؟ ومن يؤويك سواي؟ ألم أقل لك لا تخالفني ولا تحملني بمعصيتك على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك والشفقة عليك وإرادة الخير لك؟ هذا مثل تقريبي. ثم أخذته ودخلت. والآن نتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعبده من الأم بولده. حقيقة التوبة الرجوع إلى الله عز وجل، ولا يصح الرجوع إلى الله إلا بمعرفة الله، بمعرفته موجوداً وواحداً وكاملاً، هو الذي خلق، هو الذي يربي، هو الذي يسير، صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلى. معرفة الله أحد أكبر أسباب الرجوع إليه، ومعرفة أنه كان فاراً من ربه لكنه أسير في قبضة عدوه الشيطان، وأنه ما وقع في مخالب عدوه إلا بسبب جهله بربه وجرأته عليه، فلا بد من أن يعرف كيف جهل ومتى جهل وكيف وقع أسيراً ومتى وقع. التوبة في معناها الأول الرجوع إلى الله عز وجل، والتوبة هي التخلص من العدو، والرجوع إلى الكريم الرحمن الرحيم والسير على صراطه المستقيم. التوبة خلع ثياب المعصية وارتداء ثياب الطاعة. التوبة ترك المحظورات وفعل المأمورات والتزام فعل ما يحب الله وترك ما يكره. وقد علق الله سبحانه وتعالى الفلاح كله، الفلاح هو النجاح في الدنيا والآخرة معاً، على فعل المأمور وترك المحظور. فقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فكل تائب مفلح، وكل تارك الأمر ظالم لنفسه أشد الظلم، وفاعل المحظور ظالم لنفسه أشد الظلم. قال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون لأنفسهم. والتوبة حقيقة التدين، والدين كله داخل في التوبة. لهذا استحق التائب أن يكون حبيب الله. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولذلك يفرح الله الفرح العظيم بتوبة عبده المؤمن. فقد ورد في الحديث الشريف: إن الله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والظمآن الوارد والعقيم الوالد. وهذه التشبيهات الثلاث من أبلغ التشبيهات. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
لله أشد فرحاً بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية لا نبات فيها، مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش، ثم قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام فيه حتى أموت. أيقن بالهلاك، وضع رأسه تحت ساعده ليموت، فاستيقظ وعنده راحلته عليها زاده وطعامه، فقال عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحاً بتوبة عبده من هذا الضال براحلته. أراد الله أن يبين لنا كم يفرح الله فرحاً عظيماً إذا عدنا إليه. إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله. أيها الإخوة الكرام، التوبة كما يرى الإمام الغزالي رحمه الله تعالى علم وحال وعمل. إنها علم، لأن أول مرحلة في حل أي مشكلة أن تعلم أن هناك مشكلة، وإن أول مرحلة في التوبة من الذنب أن تعلم أن الذي تقترفه هو ذنب. إذا تفقهت في الدين عرفت طاعتك من ذنوبك، بل عرفت ذنوبك من طاعتك، فلا بد من علم كي تعرف أن هذه الصفقة محرمة في دين الله، وأن هذه البضاعة محرمة، وأن هذا اللقاء محرم، وأن حضور هذه الحفلة محرم. كيف تعرف أنك مخالف للشريعة؟ ينبغي أن تعرف الشريعة. فلذلك طلب العلم شرط أساسي للتوبة. كيف يتوب المرء من الشرك الخفي أو من الشرك الجلي وهو لا يعلم ما الشرك ولا ما التوحيد؟ وكيف يصل إلى التوحيد ولا كيف ينزلق في الشرك وهو لا يعلم ما التوحيد؟ لا بد من طلب العلم. كيف يتوب المرء من سوء الظن بالله؟ قال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. أيها الإخوة، هذا الذي لم يبذل جهداً ولم يخصص وقتاً لمعرفة الله ومعرفة أسمائه، أسماء ذاته وصفاته وأفعاله، كذلك لا يعرف مصادر المعرفة ولا منهج المعرفة، كيف يتوب المرء من سوء الظن بالأنبياء والمرسلين الذين اصطفاهم الله من خيرة خلقه وطهرهم وزكاهم وعصمهم وجعلهم أسوة حسنة وقدوة صالحة ومثلاً أعلى لخلقه؟ كيف يتوب المرء من هذا الذنب وهو لم يسأل الراسخين في العلم عن حقيقة عصمتهم وسر مواقفهم وتأويل الآيات المتشابهة عنهم؟ وكيف يتوب المرء من كسب المال الحرام وهو لا يعرف حدود الحلال والحرام ولا حقيقة الربا ولا شروط البيع وما يلابسه من حالات تجعله فاسداً أو باطلاً؟ كما لا يعرف طرق الكسب المشروعة
وغير المشروعة. وقد قال بعض العلماء: ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد حجة الإسلام. قد يكون الدخل كله حراماً، وقد تكون المتاجرة بهذه المادة حراماً. كيف يتوب المرء من الذنوب المتعلقة بإنفاق المال وهو لا يعرف الحقوق والواجبات، ولا الحلال والحرام، ولا قيمة المال في الإسلام، ولا دوره الخطير في صون العرض والتقرب إلى الرب؟ وكيف يتوب المرء من ذنب البغي على الشريك وهو لا يعلم متى يكون عقد الشركة صحيحاً ومتى يكون فاسداً أو باطلاً؟ كذلك لا يعلم أن الله ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. وكيف يتوب المرء من ذنوب العلاقات الاجتماعية ولا سيما الاختلاط وهو لا يعرف آداب الإسلام وأخلاق المسلم كما بينها عليه الصلاة والسلام؟ كيف يتوب المرء من ذنب عقوق الوالدين والجور في معاملة الأبناء وهضم حقوق الزوجة وحرمان البنات من الميراث وهو لا يعلم أوامر الله ونواهيه في كل ما يتعلق بالأسرة؟ كيف يتوب المرء من الكذب والتدليس والغش والاحتكار ورفع الأسعار وهو لا يعلم ما عند الله تعالى من عظيم الإكرام إذا هو نفع عباده وخفف عنهم أعباء الحياة، ولا يعلم ما عند الله من شديد العقاب إذا هو أكل أموالهم بالباطل؟ قال عليه الصلاة والسلام: الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. أيها الإخوة، هذه التفاصيل على سبيل الاصطفاء لا على سبيل الاستقصاء. لا بد من أن تطلب العلم لتعرف ما إذا كنت مذنباً أو غير مذنب. ما من مشكلة يعاني منها المجتمع البشري إلا بسبب الخروج عن منهج الله الذي ارتضاه الله لعباده، وما من خروج عن هذا المنهج إلا بسبب الجهل، والجهل هو أعدى أعداء الإنسان، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. التوبة علم وحال وعمل. العلم بالله، والعلم بأمره، والعلم بأخطار الذنوب وما يفوت على المرء من خير كثير وما يجلب له من ضر كبير. إن العلم بخطورة الذنوب وما يترتب عليها من آثار وبيلة تبدأ في الدنيا وتمتد إلى الآخرة. إن هذا العلم يولد حالة نفسية مؤلمة، وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها الندم، فقال: الندم توبة. إن طلبت العلم عرفت ما إذا كان الدخل حراماً أو حلالاً، ما إذا كان هذا الزواج صحيحاً أو فاسداً، ما إذا كانت هذه الحرفة مقبولة أو مرفوضة. أيها الإخوة، قال العلماء: لا يخلو الندم من علم سببه أو عمل أورثه. وربما وضحت قصة سيدنا عمر مع المرأة المرضع حالة الندم. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: قدمت المدينة قافلة، نزلت في المصلى، فقال لي عمر: هل لك أن نحرسهم الليلة؟ فبتنا نحرسهم ونصلي،
ما كتب الله لنا من الصلاة. سمع عمر بكاء صبي فتوجه نحوه وقال لأمه: اتق الله وأحسني إلى صبيك، ثم عاد إلى مكانه فسمع بكاءه ثانية، فعاد إلى أمه فقال: اتق الله وأحسني إلى صبيك، ثم عاد إلى مكانه. فلما كان آخر الليل سمع بكاءه فأتى أمه فقال: ويحك، ما لي أرى ابنك لا يقر هذه الليلة؟ قالت: يا عبد الله، قد أضجرتني هذه الليلة، ما شأنك بنا؟ إني أجبره على الفطام فيأبى. قال: ولم؟ قالت: لأن عمر لا يفرض العطاء، أي التعويض، إلا للفطيم. قال: وكم له؟ قالت: كذا وكذا شهراً. قال: ويحك، لا تعجلي عليه. ثم صاح مخاطباً نفسه والألم يعتصر قلبه: ويحك يا ابن الخطاب، كم قتلت من أطفال المسلمين. فلما صلى الفجر ما استبان الناس قراءته من شدة بكائه، ثم أمر منادياً فنادى: لا تعجلوا على صبيانكم في الفطام، فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام عطاءه. وكتب بهذا إلى الآفاق. وقد سمع عمر رضي الله عنه وهو يصلي بالليل في المسجد يناجي ربه ويقول: ربي، هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي، أم رددتها فأعزيها؟ التوبة علم وحال وعمل، لا بد من أن تطلب العلم حتى تعلم ما إن كانت حرفتك مقبولة عند الله أو غير مقبولة. لا بد من أن تطلب العلم حتى تعلم أن طريقة شراء هذه الصفقة حلال أو حرام. أيها الإخوة، حالة الندم يولدها العلم، والعلم يولد الإرادة، والإرادة تنتهي بالعمل. توبة عملية معقدة، يجب أن تطلب العلم كي تعرف أين أنت من الشرع، أين دخلك، أين إنفاقك، أين أسرتك، أين بناتك. فالتائب يترك الذنب الذي كان متلبساً به في الحال ويقلع عنه، إذ تستحيل التوبة مع مباشرة الذنب. وحينما يعرف المرء من هو الآمر، إنه خالق السماوات والأرض وهو على كل شيء وكيل، ومن إليه يرجع الأمر كله وإليه المصير، حينما يعرف المرء أن سعادته في الدنيا والآخرة متوقفة على فعل الأوامر وترك النواهي، وحينما يعرف المرء كل هذا، عندئذ يخلع عن الذنب لتوبه. أما فعل التعلق بالاستقبال فهو العزم الصادق الأكيد على ألا يعود إلى مقارفة الذنب، كما يكره الإنسان أن يلقى في النار. وقد فسر سيدنا عمر رضي الله عنه التوبة النصوح بأن يتوب العبد من الذنب ثم لا يعود إليه كما لا يعود اللبن إلى الضرع. وقال سعيد بن المسيب في التوبة النصوح: إنها توبة تنصحون بها أنفسكم. أما الفعل المتعلق بالماضي فهو الاستغفار إذا كان الذنب بين العبد وربه، والإصلاح إذا كان الذنب متعلقاً بحق آدمي. فإن حقوق العباد مبنية على المشاححة،
بينما حقوق الله مبنية على المسامحة. لا بد للتائب من أن يخرج من هذا التعلق، إما بأداء الحق إلى صاحبه أو إلى ورثته، أو بالتصدق عنه، أو باستحلاله منه. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات. لذلك قال تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.